فين اللي فن؟ New probationary then? Crew Chief Herat, pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? I honestly didn't realize it had people living on it until we got your record. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Mesh. Yalla bin. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Tamam. يلا بينا يلا بينا نيو أتلانتس نرجع للسفينة بتاعتي Vesco. Hi. Please disregard. I attempted an informal greet a day, Captain. I will accept any and all items. دي الحاجات اللي انا كنت سايبها معايا. ما انا كنت عايز ابيع الحاجات دي. This ship moving. يلا يا ستي. لو عايزة تنامي هنا تريحي هنا. ماشي يا ستي قاعدة الكرسي بتاعها. هيا يا بنت. Take off. الوجهة بتاعتنا هنا
كان ايرون ارجون. عظيم جدا. طيب طيب هو في حاجة فيسكو معاه حاجات كتير، فانا هفكر هاخد منه الحاجات دي انقلها للسفينة عشان يبقى هو خفيف يقدر اشيله حاجات وانا جوه اي مكان، لان اتضح ان له هو له كمية معينة يقدر يشيلها، وحتى السفينة برضو ليها كمية معينة، بس طبعا السفينة فوق 400 بالارقام يعني. فيسكو مش عارف 170 باين ولا كام حاجة كده. طب بص بقى، انا هقوم بس كده. هو فيسكو المفروض فيسكو المفروض تحت باين صح كده؟ هو المفروض تحت. ريسيرش، لا ده موضوع تاني. هنا المطبخ ماشي، هو كله تحت ماشي. Sure it's safe out there. ترانسفير صح؟ من هنا او هنا، واحط الحاجة اللي انا عايزها مثلا. Hello, Captain. Greetings, Captain. Carrying objects is one of my... ده البدلة. طيب هو انا ما ينفعش انقلها على طول للسفينة؟ هنا الحاجات اللي موجودة في السفينة، هنا الواد فيسكو، ايه ده؟ ثواني، انا كده ثواني. هو فيسكو اقدر اديله اسلحة يستخدمها يعني؟ العلامة دي ده كده معناها ان هو بيستخدمها، بيستخدم الفاس دلوقتي هو اعتقد يعني، فانا ممكن اديله حاجات تانية يستخدمها. طب ده شيء في منتهى الجمال. السبيسوت هو كده ما بيستخدمش الحاجات دي.
انا بدي له ايه؟ ممكن ادي له السلاح ده. دوت. وممكن اديله ممكن اديله ده واحدة بس. طيب في حاجة عايز انقلها للفرونتير. الفرونتير السفينة فيها أسلحة وانا لسه مخدتهاش. كونابل امو الريسورسز مش قضية. فيسكو ممكن اخلي، عايز انا عايزه يشيل السلاح ده مثلا او ده كويب كده معناه ان هو شايله. اكس لا ياخد ده يشيل ده. يعني هو السلاح ده مش المفروض انا اللي استخدمه ولا مين؟ برضه انا مش واخد بالي اوي. I will see you at a later time. Wonder where this will all lead. Have something for me? عاوز اديها دوت. ممكن اديها مسدس. اديها واحد من ده بدلة. مفروض يعني ده هيفرق معاها. مش عارف سارة اخليها تشيل ده. هو ليه ما ينفعش اشيل غير سلاح واحد؟ في حاجة انا مش فاهمها. في حاجة انا مش فاهمها. Bye for now. طب انا عايز اشيل الحاجات في السفينة اعمل ايه؟ Inventory. بديله المفروض. modified ده التعديلات اللي انا حطيتها، فطبعا مش هديها له لان انا هستخدمها. حط ده حط ده حط ده حط ده.
يبقى انت بتدي للسفينة من الصفحة دي، بتخش هنا على الفرونتير وتدي بقى. وهنا الانفنتوري، وهنا الاسكلات، وهنا الخريطة. طيب ماشي، انت كده المفروض معاك حاجات كويسة، وانت المفروض معاك كده الاتنين بيمشوا مع بعض. طب نكلمها نشوف. Been a long time since I've been to Mark. Ask whatever you'd like. My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything, it's that my scientific mind is often at odds with my spiritual center. Having been out there, in the starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes, I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you. But don't worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. You mean, apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for grab jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So, don't worry. I won't let you eat anything that might put you in the hospital. Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know, but we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Measures it. I hope you got something out of that. Time to go? يلا بينا فاسكو. يلا يا بي كوكب تاني، مكان واسع نقدر نمشي فيه نستكشف. ده ايه ده؟ كيف هناك كهف. هي دي العاب بثيزدا يا شباب. كهف، هناك كهف. إذا في حاجة، شيء ما، شيء إذا HNCN ده Material. طب انا هناخد البتاع ده ازاي؟ هو ليه مفيش يعني ليه ما اقدرش احط حاجات تانية هنا في السلوت؟ انا لغاية دلوقتي مش فاهم النقطة دي. favorite مش تمام. يبقى انت بتعملها فيفوريت. ثواني
القنابل عايز اعرف استخدمها، استخدمها ازاي؟ لا ده الماين مش قضية دلوقتي. القنابل اليدوية فيفوريت، خليها هنا مثلا يعني. في اسلوب تاني unknown. في حاجة تانية هنا. المكان واسع بقى، انت عندك الخريطة فيها حاجات كتيرة. مين اللي بيجي ورا دلوقتي؟ هي بس اكيد في حاجه بتتبني هنا عشان يحفر يطلع ماتيريال من الارض. الجزئية اللي زي كده انك تبحث وتستكشف تجمع ماتيريال بالاسلوب ده، دي زي موجودة في No Man's Sky. بس انا لما لعبتها No Man's Sky الموضوع كان مش عارف، تحس ان هو صعب، في حاجة مش تمام، مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. بس انا مشيت فيها شوية ولقيت نفسي هو انا ماشي فين ولا رايح فين، يعني الدنيا ما كانتش متماسكة قوي يعني. عشان لازم اسمم هنا. في كهف هنا على بعد 300 متر، وفي ده في كذا حاجة، في كذا مكان هنا. سو فيسكو ما جاش معانا ليه؟ ولا هو عشان بيحرس السفينة مثلا؟ Captain, it is pleasant to see you. Goodbye for now.
وانا ما ينفعش ميت باكينج فاسيليتي بيلت اون سبتل سيستمز. اي وندر وات هابند هير. دي سفينة. سفينة مش مبنى. أنا ممكن أخدها صح؟ مش عايز أعمل مشكلة. الباب مقفول؟ لا مفتوح. مفتوحة. عظيم. مش متاح. الدنيا ضلمة. Stock up on junk. An abandoned meat packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. بنش هنا في في كذا حاجة. في مكان تحت في بنش شغال بره هنا. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. الناس هنا كانوا عادي بس سابوا المكان بسرعة. كذا بنش هنا. طيب ايه ده؟ ده في اسلحة. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building.